هذه واحد المغربية مع أمها مشى وساكنين في أمريكان، يوم مشاو يجبدوا الفلوس من البنك من برا من الكيشي، هما وصلوا باش يجبدوا الفلوس، وواحد لك حل واحد الأسمر أمريكاني تا هو جاي يجبد الفلوس ووقف موراهم، شافته البنت خافت، ايوا دخلت لها كارت ولا كارت مبغاش تدخل، هي دخلها هي تخرج، هي دخلها هي تخرج، هي دخلها هي تدخل صافي، وخافت بدات ترجف. امها شافت وراها يبان لها واحد الاسمر واقف ويشوف في البنت، اي قالت هذا شفار، ايوا بقات تدبر كيفاش دير لها، وين بقات تغني وتصفق، قالت لها بنتي يا بنتي في الساعة جبدي الفلوس، ها كحلوش راه مورانا راه يشوف وباغي يدي لنا الفلوس، يا بنتي في الساعة جبدي الفلوس كحلوش راه باغي يدي لنا الفلوس. البنت جبدت لها كارت وبغات تمشي، ايوه هو قال لهم يا الكحلوش راه مغربي وراه باغي يعاونكم، يا لا كارت راه مقلوبة بهدلتونا الله يبهدلكم.